مشاهدينا ننتقل بكم للمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم وإعلان نتائج الثانوية العامة إلى هناك. والطلاب وشركاء العملية التعليمية جميعا لنجاح الامتحانات الثانوية العامة السنة دي لعام 2017 والتصحيح وإعلان النتائج بكفاءة عالية جدا كلنا سعداء بيها. الحقيقة محتاج أشكر جميع من كان سببا في نجاح الامتحانات ومرورها بسلاسة، بداية بزميلي والصديق العزيز الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني الوزير السابق اللي بدأ في التخطيط لإعداد الامتحانات وإحنا استكملنا من بعد. طبعا محتاج أتوجه بخالص التحية والتقدير للقيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء على دعمهم الكامل، كانوا واقفين معانا الحقيقة بشدة، ولكافة الجهات والوزارات اللي قدمت المساعدة للتربية والتعليم. وأحب أخص بالذكر وزارة الداخلية والقوات المسلحة ولجنة التعليم في مجلس النواب والهيئات الرقابية والسيادية وشركة فالكون للخدمات الأمنية. عدد الناس اللي اشتركوا في امتحان الثانوية العامة السنة دي عدد هائل، ويعني نشكرهم، يعني لو قعدنا نقعد ساعتين نذكرهم بالاسم، في حوالي 120 ألف موظفي الوزارة كانوا بيشتغلوا ليل نهار، فبشكرهم جميعا. وهم عارفين في المديريات وعلى الأرض المواجهين والمراقبين والمصححين، في ناس كتير قوي اشتغلت في الموضوع ده. أهم حاجة بالنسبة لنا إن ده كان عمل مؤسسي بمعنى الكلمة، يعني هو المرة دي بقى فكرة فريق العمل، فنجاحنا لا ينسب لشخص، ينسب لكل المؤسسات اللي ذكرتها. طبعاً ما ينفعش أقول كل ده وما أشكرش الزميل الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، وهو يعني له دور أساسي ورئيسي في نجاح الامتحانات، والزميل الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس الامتحانات مدير الإدارة العامة للامتحانات، وزميل الأستاذ ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وكل الزملاء رؤساء الكنترولات ومراكز التصحيح والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وكافة العاملين في القطاعات والإدارات اللي ساندت إجراء الامتحان. طبعا زي ما قلت قبل كده بنشكر المراقبين والمصححين والعاملين بالمديريات، واهم من كده ابنائنا الطلاب اللي التحقوا بالامتحانات هذا العام على تفهمهم وحسن سلوكهم واتباعهم التعليمات اللازمه. برضو لا يفوتنا ان نثني على دور الاعلام الحقيقه والصحافه والتزامهم بما يصدر عن الوزاره من بيانات ومعلومات وعدم الانسياب وراء الشائعات او الاخبار المغلوطه. طبعا موضوع موضوع مثير، يعني تعمل بلبلة اكتر ما بتخدم اي غرض تاني، فاحنا كل اللي يهمنا مستقبل الاهالي واولياء الامور والطلبه، حرام نعرضهم لبلبلة ناتجه عن سبق صحفي وتسريبات ما بتفيدش كتير الحقيقه. احنا حاولنا بشده نقلل من ده، ودلوقتي عندنا متحدث اعلام الاستاذ احمد خيري حضراتكم شفتوه، فريق عمل كبير جدا من الوزاره ومن شباب البرنامج الرئاسي، وتشوفوا موقع جديد للوزاره وموقع على فيسبوك وتويتر، فلو سمحتوا اي حاجه احنا ما قلناهاش تبقى تسريب ومش مسؤولين عنها خالص. اللي مش موجود ما طلعش من التحدث الاعلامي للوزاره احنا غير مسؤولين عنه. من حيث بقى الثانويه العامه الدكتور رضا هيقول لكم تفاصيل كثيره جدا، بس عاوز اقول لكم ان نسبة النجاح العامة السنة دي انخفضت من 75.7% ل 72.4% السنة دي سنة 17. الفرق بين الرقمين يعني من السنة دي 3.3% مش والشغل، السنة دي ما كانش في حالة تسريب واحدة الامتحانات كلها، وده الحقيقه يعني حاجه نفخر بيها جدا. الغش كمان والشغب انخفضوا الى 1800 مخالفه، علما بان عدد الطلاب اللي دخلوا 585000 مكسور، فاحنا بنتكلم على رقم يعني تقريبا ولا حاجه هو الغش. من الجدير بالذكر ان عدد الاوائل من المدارس الحكوميه 44، والمدارس الخاصة 10 من إجمالي 54 من الأوائل،
دي نسبة مشرفة لينا جدا، احنا سعداء بيها جدا. فأنا فخور الحقيقة بطلاب المدارس الحكومية لما حققوه، وبشكر مدرسيهم طبعا اللي قاموا بالدور. الحاجة اللي تهم زملائنا في التعليم العالي وليها تأثير على التنسيق هي إن الفئات المجموعة كمان انخفضت. احنا حاولنا نظبط الأرقام. زمان المجاميع اللي فوق 100% دي كان تاريخ ما اعتقدش انه هيتكرر تاني، فما فيش حد خد 100. الارقام كلها بتقرب ترجع تاني لما هو طبيعي يعني او منطقي على الاقل. فالمجموعه فئه المجموع اللي من 95% ل 100% انخفضت عن السنه اللي فاتت بنسبه 4.9%. الرقم ده يفرق كتير قوي مع التنسيق، ما يبقاش الفرق بين كليه والتانيه تمن درجه او ربع درجه والحاجات دي. المجموعة من 90 ل 95 انخفضت بنسبة 1.3%. ومهم برضو ان احنا نقول ان عدد كبير قوي من الاوائل من صعيد مصر وبالتحديد من الفتيات اكتسحوا موضوع التفوق يعني سواء في التعليم العام او في التعليم الفني. المؤشرات كلها والتقارير اظهرت نجاح تجربة دمج كراسة الإجابة مع ورقة الأسئلة اللي هي معروفة إعلامياً بالبوكلت. البوكلت عمل حاجتين، قلل قوي موضوع الغش، في نفس الوقت غير طبيعة الأسئلة وساعدنا قوي على جودة وسرعة التصحيح مع دقة التصحيح. وهنحاول نطور الموديل ده السنوات اللي جاية ونستخدم أكثر شوية تكنولوجيا المعلومات في الأعوام القادمة. هنبني عليها. احنا حاليا بنعمل على تصميم ودراسه عدد كبير جدا من المبادرات والمشروعات عشان نحسن، نبني على النجاح ده وعلى فكره فريق العمل وكده، نحسن جوده التعليم بالاخص في محور تطوير الامتحانات والتقويم التربوي. ده كله هنعلن عنه زي ما قلنا اخر هذا الشهر 30/7. فكل الاسئله اللي احنا عارفين انها عند الناس عن كل الامور غير الثانويه العامه، اللي بيسأل على الشهادة الابتدائية والرسم والكمبيوتر النظري والميدترم المنتهي حتى أمور المعلمين، أمور الثانوية العامة الجديدة وهتطبق سنة كام وهتعملوها ازاي، كل الأسئلة دي هنجاوبها زي ده طبعا عشان نرد على كل الأسئلة دي طول ما بنشتغل. نمرة ثلاثة، عاوزين نوريكم الحاجات دي مش بتعمل أصل ولازم، الحاجات دي ليها علاقة ببعض، إن إحنا بنعمل رؤية متكاملة فعاوز أوريها لكم على بعض. ليه بنعمل ده دلوقتي وليه هنأجل ده؟ الحاجة دي هتتعمل السنة الجاية في الأولوية الأولى يعني عشان نبقى مع بعض في الخطة يعني. إحنا بقالنا شوية بنحاول نوصل رسالة معينة لأولياء الأمور وبنقول لهم النهاردة بالذات يعني احنا نقدر نمشي نقدر نعمل حاجه زي الثانويه العامه، بس طبعا حجم الضغط العصبي اللي كلنا شايفينه واللي الاهالي شايفاه وحجم الفقر، لو حضراتكم سالتوا كل الاوائل الجمهوريه بيتسالوا في التلفزيون انتوا بتروحوا المدرسه، الاجابه ده لا. موازي واضح جدا، مجاني في فصل فاضي ومدفوع الاجر في السنتر بره. اللي عملته الثانوية العامة. فبالتالي بالنسبة لنا ان نظام تقييم قدرات اي طالب مجرد درجة في امتحان مدته سنة. وبقول للطلبة الاجابة ده مش معناه انه اقل من غيره خالص. ده مجرد نقطة في كيرف معقد جدا. فلازم ما نحبطهمش وبدعو الاهالي انها ما تحبطهمش ونشجعهم، الاولاد شاطرين جدا. فالمشكلة في طريقة الامتحان رغم ان احنا نجحنا فيه، بس احنا شايفين ان هو مش عادل بالنسبة لقيمة الطلاب يعني. فنطلب من الاهالي ان هم يهتموا بقدرات ومهارات يسألوهم اتعلموا ايه ما يسألوهمش على المجموع. انا عارف انه صعب وعارف انه التاريخ موروث، بس احنا عاوزين متعلمين مش هتخدوا مجموع مش متعلمين. احنا عشان نشجع ده هنبعد عن فكرة الاجابات النموذجية وعن فكرة الامتحان اللي سهل توقعه، لان هو ده بالظبط اللي بندرب ولادنا على اجتيازه.
مش عشان نعقدهم، لا عشان نخليهم يتعلموا بجد. فبس في المناسبة دي بقول لكم ان احنا عملنا الامتحان قدر امكاننا، ولكن لازال بنفكر في طرق افضل لتقييم الطلاب، عشان عاوزينهم ما يبقوش مرغمين انهم يدخلوا كلية بعينها علشان يرضوا اهلهم، عاوزينهم يخشوا هم اللي يعملوا الاختيار ويبقوا حابين الحاجة اللي بيعملوها. رسالتي للطلاب عموما، اعمل الحاجة اللي بتحبها طول عمرك، اعمل الحاجة اللي بتحبها، محدش يعمل حاجة ما بيحبهاش عشان يرضي حد تاني. الحاجة اللي بتحبوها حتطور نفسك بالعلم والمعرفة والتعلم المستمر والابتكار، مفيش حاجة غير كده ينجح بيها الإنسان، ولا احنا هننجح بيها في مصر. طبعا الطلبة مش في الحالة المزاجية بتاعت انهم يقروا حاجة بعد عالية الثانوية العامة، ان انا بدعوهم مش يقروا بس يتفسحوا. بنك المعرفة في الصيف كده اللينك بتاعه اسمه ekb.eg، لو يحبوا يتخرجوا يشوفوا فيه احنا عمالين نزود لهم حاجات، يمكن لو دخلوا ينبسطوا بيها جدا، وكل يوم هيبقى فيه جديد يعني. بالتالي دلوقتي بقى سبت جازي رئيس قطاع التعليم العام هيوريكم تفاصيل اكتر عن نتيجه الثانويه العامه. اتفضل.